أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة تأتيكم من قناة صدى نيوز، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يهنئ الخضر على إنجازهما التاريخي. الصحافة الدولية تشيد بتألق الخضر في الدور الأول. والبطلة الجزائرية زهرة بوراس في 1500 متر لألعاب القوى تسجل عودتها الرسمية بعد إقصاء دام عامين. أهلا بكم. هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة محاربي الصحراء بعد الإنجاز التاريخي والمردود الجميل الذي قدمه أشبال حليلوزيتش بعد التعادل الإيجابي أمام روسيا، مؤكدا أن هذا الانتصار كان في مستوى تطلعات وطموحات الشعب الجزائري، كما تلقى طاقم الخضر عديد التهاني بعد هذا الإنجاز التاريخي. دخل المنتخب الوطني التاريخ من بابه الواسع بعد التعادل المحقق أمام المنتخب الروسي الذي مكنه من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور الثاني في المونديال، وهو التأهل الذي يعد الأول من نوعه في مشوار كرة القدم الجزائرية. زملاء في غولي ورغم تأخرهم في نتيجة اللقاء بالهدف المبكر الذي سجله المهاجم الروسي كوكورين، تمكنوا من العودة في اللقاء عن طريق إسلام سليماني الذي حول مخالفة إبراهيم لهدف التعادل الذي رسم احتلالهم للمرتبة الثانية برصيد 4 نقاط وراء صاحب المركز الأول المنتخب البلجيكي. هذا وقد عرفت نهاية اللقاء فرحة عارمة للاعبي المنتخب بعد هذا الإنجاز التاريخي. أجواء بهيجة عرفتها المدن الجزائرية عقب هذا الإنجاز التاريخي، نتابع. يا خويا الفرحه تاع اللي ما ننساوهاش، وهذه كونتر العديان وما زادتنا الرمى باذن الله، فايتين ثانيك رابحين وفي خاطر فلسطين. مبروك علينا دوزيام تور ولا كوبا مع الالمان، ان شاء الله نزيدو نربحو. تو ثري في مارال جيري في فتامور ثيوا سيسم في النيو. يا خويا الحمد لله اللي كاليفينا، وان شاء الله قلت لكم انا قلت لكم روحوا لا فينال ان شاء الله مع كوستاريكا، ومبروك علينا لكم. أشادت الصحافة الدولية بالتأهل التاريخي للجزائر إلى الدور الثاني لأول مرة في التاريخ، ففي الصفحة الأولى لجريدة ليكيب الفرنسية قالت ماجيكال جيغي، ونقلت تصريح حليلوزيتش الذي قال أن فريقه أدى مباراة بطولية. أما الجريدة الفرنسية الأخرى فرانس فوتبول فقالت أن الجزائر يجب أن تشكر فيغولي الذي أدى مباراة كبيرة رغم الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس في بداية اللقاء. من جهتها جريدة ديلي ميل البريطانية قالت أن سليماني يقضي على كابيلو ويؤهل الجزائر للدوري الثاني. ستكون القارة السمراء ولأول مرة في تاريخ كأس العالم في الدوري الثاني ممثلة بفريقين هما المنتخب الجزائري والنيجيري، وتعتبر المرة الأولى التي ترتقي فيها الجزائر لهذا المستوى بعد 3 مشاركات، الأولى كانت بمونديال إسبانيا 82، الثانية بالمكسيك 86، والثالثة بجنوب إفريقيا 2010. كما أصبحت الجزائر ثالث منتخب عربي يبلغ الدور الثاني بعد المنتخب المغربي الذي كان أولها في مونديال المكسيك عام 1986 بعدها السعودية عام 1994، وتعد المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب النيجيري للدور الثمن النهائي. اختير إسلام سليماني رجل مباراة الجزائر وروسيا بعد إمضائه للهدف الذي أهل الخضر للدوري الثاني لأول مرة في تاريخ الجزائر، وقال أن الفضل في هذا التأهل يعود للفريق بأكمله وكل عنصر ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. صرح المدرب الوطني وحيد حليلوزيتش عقب نهاية المباراة أن لقاء ألمانيا سيكون صعبا جدا نظرا لعظمة هذا الفريق، ولكن من الضروري الآن الاستمتاع بطعم الفوز التاريخي الذي حققه الخضر، مؤكدا أنه مقتنع بأن الشعب البرازيلي سيقف إلى جانب محاربي الصحراء في بورتو أليغري الاثنين المقبل أمام الماكينات الألمانية، وهذا بعدما أبهروا باللاعبين الجزائريين في مباراة كوريا الجنوبية. للإشارة فإن المدرب البوسني تلقى العديد من رسائل الدعم من البوسنة وكذلك كرواتيا اللذان خرجا من المنافسة.
صرح مدرب المنتخب الروسي الإيطالي فابيو كابيلو أن المنتخب الجزائري استحق التأهل بعد المردود الجيد الذي قدمه الخضر في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، حيث قال أن محاربي الصحراء لعبوا بطريقة جيدة واستطاعوا العودة في النتيجة بتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني الذي كان كافيا للعبور إلى الدور المقبل. ولم يخفي غضبه تجاه الحكم حيث حمله مسؤولية الإقصاء، وأضاف أن استخدام الليزر كان سببا في تسجيل الجزائر لهدف التعديل بعد حجب الرؤية للحارس. كما حذر فابيو كابيلو الألمان من محاربي الصحراء وقال أنه يتوجب عليهم احترام المنتخب الجزائري لأنه فريق جيد قوي متوازن ومنظم تكتيكيا، كما أنه يضم لاعبين ذات إمكانيات عالية وجلهم ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية. أبدى وزير الرياضة محمد سامي أعجبه بالمواهب الشابة التي شاركت في البطولة الوطنية المفتوحة لألعاب القوى، حيث صرح لموقع الاتحادية أنه جد سعيد بتألق العناصر الشابة في المنافسات الوطنية، كما حث المدربين على العمل أكثر لصقل تلك المواهب والدفع بها إلى الأمام. ستشارك مساء اليوم البطلة الجزائرية زهرة بوراس في 1500 متر لتجمع الرابطة الجزائرية لألعاب القوى لتسجل عودتها الرسمية للمنافسات بعد إقصائها لمدة عامين بسبب المنشطات، وستكون هذه المشاركة رمزية والهدف منها تسجيل عودتها الرسمية للمنافسة بعد إقصاء اعتبرته قاسي وغير منصف، وكانت ضحية لعبات لم تعرف إلى حد الآن. كما يشمل هذا القرار الرياضي العربي بوراس الذي قد تعرض إلى العقوبة نفسها والأسباب ذاتها. انتهى الموسم الماضي للعداءات الجزائرية بركاهوم دريسي من المجمع البترولي بعد إصابتها بزكام حاد، وكانت الرياضية التي تحصلت على المرتبة 35 في البطولة العالمية لنصف الماراثون تحضر للبطولة الإفريقية المقررة من 10 إلى 14 أوت في مراكش المغربية. ختم النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يهنئ الخضر على مردودهم الكبير. الصحافة الدولية تشيد بتألق الخضر في الدور الأول. والبطلة الجزائرية زهرة بوراس في 1500 متر لألعاب القوى تسجل عودتها الرسمية بعد إقصاء تم عامين. نفترق على بقع الصور احتفالات الجالية الجزائرية في كندا. في أمان الله.